السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. 2007، ما شاء الله تبارك الله، ماشي 344 و304، يعني 344 ألف و304. عنده مشكلة تهريب في سرة الكارتير حق المحرك، وراح نفك الكارتير. طبعا في طريقة نسوي السنة في مكانها، لكن ممكن يكون الشوايب أو السنون حقت فتحة السنة هذه تدخل على مجرى الزيت، فيصير في مشكلة. فراح نضطر نفك الكارتير، نغير وجه الكارتير، وبنفس الوقت راح نضطر أو نستغل الفرصة ونغير جلدة الشخال وننظم الضغط. طبعا الآن ما شاء الله الضغط يعتبر طبيعي جدا، فوق الربع، يعتبر في 200 60 أو 65 أو 55، أو بالقراءة الثانية تعتبر له في 24-25. وأيضا راح نغير جلدة الشخال، وراح نستخدم إن شاء الله زيت لزوجة 10-40، وبنشوف وين بيتغير معنا الضغط. طبعا لاحظوا السرة إيش حاط لها، سيليكون، وللأسف ما ينفع هذا الشغل، سيليكون في سرة كارتير المحرك، لأنه كارتير حار، زيت حار، والمفترض أنه مو توصل لهذه الدرجة، يعني شد طبيعي عادي يكفي، لكن بعضهم من كثر الحرص والخوف يشد بزيادة عن اللزوم. طبعا هذا الشخال وهذا الكارتير، وهذه للأسف السرة اللي لعبي فيها لعب. لاحظوا ايش حاطين، تيب ابيض، سيليكون، حاولوا يرجعون المشكلة، لكن للأسف. والغريب الحمد لله انه ما عمره طلع عليه الزيت، لانه صراحة السرة والله العظيم يعني اللي ماسكها كان السيليكون. انا راح ان شاء الله اسوي لها سنة، وراح نفتح لها او اسوي لها جلبة نفتحها. طبعا حتى السرة متغيرة، مين حقتها مقاس 15، هذه الان 19. طبعا ما عندك مشكله في المقاسات، اهم شيء انه تكون الصره مشدده صح، وما يحتاج لها والله عنف، شد طبيعي وانتهى الموضوع. بس للاسف البعض من كثر الخوف يتعظم. طبعا سوينا جلبه جوا، وركبنا الصره حقت الوكاله، وحطينا سيليكون او غراء ما بين الجلبه والكرتير عشان بس يمسك، وبعد راح نفك ان شاء الله. الان راح نغسل الأجزاء الكارتير، طبعاً فيه زي الشحوم متيبسة عي تروح، لكن راح نستخدم إن شاء الله أسدلكم. طبعاً هنا بالبنزين عي يروح، لكن بالبخاخ ما شاء الله تبارك الله صراحة رش بالكامل. ما شاء الله تبارك الله، يعني لاحظوا كيف طلع الكارتير، بسم الله ما شاء الله. طبعا هذا الزيت من فخط ال، بسم الله ما شاء الله، هذا بخاخ اسدلكو، رجع الكارتير نظيف زي الوكاله. هذا جلدة الشخال الجديدة، وهذه القديمة. أنا راح أركب إن شاء الله، نحط الزيت هنا علشان تسهل معنا لو عملية التركيب. نطبق الكارتير بإذن الله. طبعا ركبنا الضفيرة، ركبنا المسامير جميعها. طبعا القطعة البلاستيكية من أول ما هي موجودة اللي هنا، اللي في اليسار أو في اليمين موجودة هذه، وهذه تحمي التراب من الحداف أو الحداف من التراب. جميع المسامير الآن راح نشغل بحول الله وقوتي، وبعد ما ننتهي طبعا نطبق سيفون جديد، وبعدها لازم نغسل.
وما راح نركب القطع هذه كلها حتى نتأكد انه بنشغل انه ما في تهريبات. طبعا عبينا 5 علب 400 ملي او 700 ملي، يعني 6 علب الا 500 ملي كاسترول 10-40. طبعا 10-40 راح يرفع برضو من نوع ضغط الزيت عشان الزوجة العالية شوية، وما في اي ضرر ولا في اي مشكلة فيها. طبعا اي سيارة في العالم اذا كان محددة من الصانع لزوجة معينة ك35 وجيت حطيت لها 10-40 ما عندك اي مشكلة فيها، لانها اللزوجة ارتفاع بسيط ما عندك اي مشكلة فيها. حتى 20-50 ما في مضر، بس احنا 20-50 ما ننصح فيه الا للضرورة، لكن 10-40 بحكم 2007 ماشي 300 وشوي فما عندك اي مشكلة فيها. فنروح نشوف ان شاء الله الفرق في ضغط الزيت مع التعديل على بلف منظم ضغط الزيت ومع اللزوجة. طبعا هو اول كان يستخدم 10-30، فالان راح نشغل ونشوف الضغط. طبعا ما راح ناخذ بالضغط في بداية التشغيل، البداية التشغيل يكون الزيت خفيف او عفوا متماسك بارد، ولكن انا اخذ في اللزوجة والضغط الصح بعد الارتفاع الحرارة اللي وضعت الحرارة التشغيلية او بعد مشوار 10 كيلو. طبعا بداية التشغيل الان سيارة باردة، نشوف متى يستقر الضغط على الحرارة حق المحرك. ما شاء الله تبارك الله ما في اي تهريبات، لكن ما نحكم عليه الا بعد استخدام.